إنني كثيرا ما أحاول أن أخشع في الصلاة، لكني حتى الآن لا زلت أتعب كثيرا. هل من طريق تدلونني عليه حتى أكون خاشعا في صلاتي؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الخشوع في الصلاة هو المطلوب، وهو روح الصلاة ولبها. الصلاة التي بدون خشوع لا قيمة لها، ولا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما خشع لربه في صلاته. قد افتتح الله الآيات التي مر ذكرها، افتتح الله بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة على الصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله وأهمية الخشوع فيها، وأن الخشوع هو المقصود من إقامتها. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر مزيتين عظيمتين للصلاة: الأولى أنها تنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر، من كان يحافظ على صلاته فإنه يتجنب الفحشاء والمنكر لأن صلاته تنهاه عن ذلك. والصفة الثانية ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى، وهذا أكبر وأعظم، لأن هذا هو المقصود من الصلاة. وعلى المسلم أن يحاول الخشوع في الصلاة، أن يحاول إحضار قلبه، وإذا أحس من نفسه بشرود عن الصلاة فإنه يرد نفسه إليها ويترك الهواجس والخروج بالأفكار التي تشغله عن صلاته، وإلا قل من يسلم من ذلك. ولكن على المسلم أن يستعيد نفسه ويستعيد فكره وقلبه مع الله سبحانه وتعالى، مع ما شرع الله سبحانه وتعالى من الاستعاذة بالله من الشيطان في أول الصلاة بعد الاستفتاح: استعيذ بالله من الشيطان، من أجل أن يمنع منه هذا العدو الذي يشوش عليه صلاته وتفكيره ويصرف ذهنه عن صلاته. فإذا استعاذ بالله صادقا أعاذه الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع في الصلاة تدبر كلام الله عز وجل. حينما تقرأ القرآن في الصلاة أو حينما تسمعه من الإمام فإنك تخشع وتنصت وتتدبر كلام الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنصت المصلي للقرآن في الصلاة، سواء كان يقرأه هو بنفسه أو يسمعه من إمامه وتدبره، فإن هذا يسبب له الخشوع في صلاته. وكذلك من أسباب الخشوع ألا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بغضب أو حضرة طعام يشتهيه، أو لكونه قد أحس بأحد الأخبثين البول والغائط، أو في مكان شديد البرد أو شديد الحر، فإن هذه مشوشات تشوش على الفكر، فلا يدخل الإنسان بالصلاة مع وجودها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. وذلك من أجل أن يدخل في الصلاة وهو حاضر الفكر، ليس عنده ما يشغله، فلا يدخل في الصلاة إلا وقد تهيأ لها واستعد لها بقلبه وفكره وجسمه اسمه وعقله وجميع حواسه. نعم، لأنها لقاء مع الله سبحانه وتعالى ووقوف بين يديه، فعليه أن يتهيأ لذلك غاية التهيؤ. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.